مرحبا بكم أصدقائي الفلاحين في هذا الفيديو الجديد في يوم جديد الذي أتقاسم فيه معكم يومياتي مع الفلاحة والزراعة خاصة الأشجار المثمرة. اليوم معلومة جديدة ودرس جديد أتقاسمه وإياكم كما العادة. إذا كنت أول مرة تصل إلى القناة اشترك في القناة فضلا وليس أمرا، واترك لنا تعليقا يحفزنا. وبدون إطالة وكما المعتاد أصدقائي الفلاحين، بعدما أنهيت عملية تقليم الأشجار كما تلاحظون، هيا أشجار التفاح الجميلة. وبعد الانتهاء من عملية التقليم قمت بأخذ بضعة أيام من أجل الراحة، والتي تزامنت مع هطول أمطار الخير كما تلاحظون أصدقائي الفلاحين. اليوم مع يوميتي في الفلاحة سأقوم بجمع مخلفات التقليم أو أغصان التقليم كما تشاهدون هنا أصدقائي الفلاحين. وكما ذكرت في فيديو سابق بأن عملية جمع الأغصان والقيام بحرقها من أهم العمليات التي تلي عملية التلقيم أو التقليم عفوا، إضافة إلى معالجة جروح التقليم بمادة الماستيك الفلاحي. لاحظوا أصدقائي، أنا أستعمل هذه الطريقة منذ سنوات. هكذا أقوم بوضع كيس بلاستيكي. لاحظوا أصدقائي، تقنية أستعملها كل سنة، كيس بلاستيكي مربوط بحبال هنا من أجل سهولة الحمل، من هنا ومن هنا أيضا. وأقوم بوضع هذا الكيس على شكل بساط على الأرض كما تلاحظون، ثم بطريقة سهلة جدا أقوم بجمع هذه الأغصان هكذا بهذه الطريقة كما تلاحظون. لا تنسوا استعمال قفازات للحفاظ على أيديكم وأصابعكم من الأشواك وكل شيء، وأيضا لتسهيل عملية مختلف أعمالكم. ثم أقوم بتنظيم هذه الأغصان والفروع من مخلفات التقليم هكذا أصدقائي. لاحظوا العملية جد سهلة وبسيطة، لا تستعمل الجهد والعضلات، فقط اعمل بذكاء، هذا شعارنا أصدقائي الفلاحين. ومع وجود فلاحين يقومون بحرق هذه المخلفات مباشرة في المزرعة، أنا لا أحبذ هذه الطريقة لأنني أحب أشجاري وأحافظ عليها جدا وأعتني بها بشكل ممتاز. لذلك أقوم بهذه العملية وإن أخذت بعض الوقت لكنها لا تأخذ الكثير من الجهد. أقوم بجمع كل المخلفات أصدقائي، كل مخلفات التقليم أقوم بجمعها هكذا بهذه الطريقة. ثم يعني هذا يأخذ بعض الوقت، لاحظوا أصدقائي، انتظروا لكي أريكم كيفية جمعها ثم القيام بعملية الحرق في مكان واحد أو مكانين بشكل منظم واحترافي، لأن هذه المخلفات كما سبق وقلت في فيديوهات أخرى تحمل الكثير من الحشرات التي تكون في سبات، وأيضا تلجأ إليها الحشرات فيما بعد لتكون فيها أعشاشها وبيوضها التي تفقس في موسم الإزهار وموسم الأوراق في الربيع والصيف، ثم تغادر هذه المخلفات لتتحصن في أشجارنا وتؤذيها، فهي تؤذي الأوراق والفروع والنموات الجديدة في الأشجار. هذه الحشرات التي أكملت سباتها في هذه الفروع أو هذه الأغصان الميتة ستهاجم أشجارنا مباشرة بعد إخضرارها. لذلك لابد
ويجب جمعها مباشرة بعد التقليم والقيام بحرقها في مكان بعيد عن أشجارنا والتخلص منها مباشرة. هكذا أصدقائي، عمل جد سهل، يأخذ بعض الوقت، لكن طريقة ممتازة استعملها منذ سنوات. هكذا أصدقائي، تقوم بجمع الكمية التي تستطيع، ثم ما عليك إلا القيام بلف هذا الكيس بهذا الشكل كما تلاحظون أصدقائي الفلاحين. هكذا ثم بسهولة تامة يمكنك حمل كل هذه المخلفات كما تلاحظون. ها قد حملتها، ثم اتجه مباشرة إلى مكان الحرق. هكذا أصدقائي، ثم مباشرة نتجه إلى مكان الحرق هنا، حيث نقوم بتجميع كل الأغصان التي قمنا بجمعها. لاحظوا أصدقائي بهذا الشكل، وبسهولة تامة يمكنك صديق الفلاح، لاحظوا، التخلص من هذه الأغصان ثم القيام بحرقها، وبذلك ستضمن عدم انتقال الأجيال السابقة من الحشرات إلى أشجارك لضمان صحتها وعافيتها. هكذا، هذه مجرد وقاية أصدقائي، لكن يجب، وبما أننا في موسم الشتاء وبعد التقليم، يجب أيضا التدخل بالمبيدات من زيوت وأيضا أدوية شتوية في إطار برنامج المكافحة الشتوية لمختلف الآفات والحشرات لأشجارنا، من أجل ضمان انطلاقة جيدة وممتازة جدا لأشجارنا. لاحظوا أصدقائي، ها هي الأشجار، هذه شجرة التفاح ستار كريمسون، التفاح الأحمر، هذه شجرة التفاح الجولدن، التفاح الأصفر اللذيذ والجميل، معشوق الجماهير. شكرا لكل من وصل إلى هذه الدقيقة من الفيديو، اشترك في القناة فضلا وليس أمرا، واترك تعليقا يحفزنا. نلتقي في فيديو جديد في موضوع جديد في يوم جديد، ولا تنسوا أيضا ترك تعليق لمن يريد موضوع ما، أو استفسار أو ملاحظة نفيد ونستفيد بها ومنها. يمكنكم ترك التعليق، فالمجال مفتوح لكم. إلى اللقاء أصدقائي، وفي حلقة جديدة.